وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من حيفا السيد أمير مخول الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. برحب بحضرتك سيد أمير، وبرأيك إلى أي مدى يمكن القول بأن مجريات الحرب في غزة وعدم تمكن جيش الاحتلال من تنفيذ أي من أهدافه تحدث انقسامات في الحكومة الإسرائيلية، وهل من المتوقع أن نرى المزيد من الاستقالات في الحكومة؟ يعني من الصعب التوقع وجود استقالات في هذه المرحلة، ولا يزال الائتلاف متماسكا. كانت هناك محاولات من الإدارة الأمريكية إلى تغيير سياسة نتنياهو، كانت محاولات من عائلات الأسرى والمحتجزين في غزة إلى فرض جدول أعمال مختلف وفرض صفقة من بداية الحرب، كانت محاولات إلى التخلص من حكومة نتنياهو بالضغط الخارجي، كله أخفق. الآن المحاولة الحقيقية تأتي في مسعى إلى تفتيت هذه الحكومة من داخلها، والمقصود أنه في قضية ليست مباشرة تتعلق بالحرب على غزة لكنها تتعلق بها، وهي السعي إلى تجنيد المتدينين، الشباب المتدين من تيار ما يسمى الحريدي، أي يعني التيارات التوراتية، سواء كانت من أصول أوروبية أو من أصول شرقية ومغاربية، بالأساس حزب شاس إذا يعني شيئا لكم. وهذا التحول مهم لأنه عمليا هذه الخاصرة الرخوة التي اكتشفت أن هذه الحكومة ممكن أن تسقط عليها. هناك اصطفاف جديد بين وزير الحرب جالانت والوزير جانس ورئيس حزب شاس أري درعي، وهذه القوى تسعى إلى التخلص من الحكومة لكن لا تستطيع إسقاطها، لذلك تذهب كما يبدو المنحى إلى تعيين موعد انتخابات بالتوافق. وهذا أفضل الإدارة الأمريكية أيضا ممكن أن آلية ضغط كبيرة جدا من الإدارة الأمريكية، خاصة استدعاء وزير الكابينات الحرب بيني جانس إلى أمريكا دون التنسيق مع نتنياهو. عفوا سيد أمير، هل تم استدعاء بيني جانس بصفته أو بشخصه من الإدارة الأمريكية، أم أنه سفر من قبله بقرار شخصي منه هو متخطيا بنيامين نتنياهو للإقدام على هذه الرحلة أو دون الحصول على موافقته؟ أيهما، هل الولايات المتحدة هي من استدعت؟ في الإعلام أكثر يقولون أن هناك استدعاء وأن هناك مقابلات مع كبار المسؤولين ومع نائبة الرئيس، ولذلك بني جانس لا يقوم عمليا بزيارة ولا يستقبله الأمريكان لو هو بادر من دون التنسيق مع نتنياهو. لكن هو يدعي أيضا أنه نسق الأمر مع نتنياهو، لكن هذا موضوع ليس يعني بالموضوع المهم. المهم هو أنه أيضا خطاب وزير الأمن قبل أيام في موضوع تجنيد الحريديم أو الشباب المتدين، هو كان تحدث عن مساواة عمليا أو إعطاء وزن متساوي لكل من نتنياهو وغانس في هذا القرار. وهذا المسألة قد لا تعني شيئا للمستمع العربي أو المشاهد العربي، لكن في الحقيقة هذه تؤكد أولا أنه الحرب على غزة استنزفت واستنفدت كل الطاقات الموجودة البشرية في الجيش الإسرائيلي. هناك تحول في الجيش الإسرائيلي بحاجة حسب الإعلام الإسرائيلي لمضاعف عدد الدبابات وإلى 12 ألف جندي في أقل تقدير، والاحتياط لذلك من هذه الأحزاب الذين يذهبون إلى تعلم التوراة بدلا من الخدمة العسكرية المباشرة. نعم. فالمسعى هو أنه رفض هذا، وأحزابهم ترفض، وعلى هذا المستوى ممكن أن تسقط الحكومة إذا ذهبت في عنادها أو في تنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الصدد. نعم. طب سيد أمير، يعني دعنا ننظر إلى زيارة جانس للولايات المتحدة، ومن بعدها سوف يقوم بزيارة المملكة المتحدة. ما المنتظر من هذه الزيارة، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من سفير تل أبيب في واشنطن عدم مرافقة جانس خلال هذه الرحلة، دلالة ذلك مثل هذه التصريحات من وجهة نظرك؟ يعني ليس لها دلالة سياسية بالنسبة لدور إسرائيل تجاه غزة والحرب على غزة أو الصفقة وغير ذلك، أعتقد ليس لها دلالة كبيرة ولن تؤثر كثيرا، لأن الأمور تحسم في داخل الحكومة الموسعة والكابينات الموسع،
وهناك الطرف الآخر للمعادلة وهو بن غفير وسموتريتش. في المقابل تعزز حضور غانز كرئيس حكومة أو رئيس حكومة بديل لنتنياهو. نعم. هذا فعلا، لأنه هناك أيضا حتى في داخل صفوف الليكود هناك 22% ممن صوتوا للليكود يرون بغانز أنه هو الملائم أكثر لرئاسة الحكومة من نتنياهو نفسه. نعم، أشكرك السيد أمير مخول، كنت معنا على الهواء مباشرة من حيفا، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. شكرا جزيلا على هذه المداخلة.